وعفائك بتقديرنا لما وحدنا به من حباوة وكرم وضيافة منذ أن حللنا في بلدنا الثاني. وإنني إذا أقول لكم تحياتي وتمنياتي لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، فيسعني إلا أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخي فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز يحفظه الله. إنه من نوع سروري واعتزازي أن تتاح لي فرصة زيارة بلدكم الشقيق مرة أخرى والتوقيع مع معاليكم على ثلاثة عروض ميسرة للمساهمة في تمويل كل من مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وزويرات بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ومشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي بمبلغ 37 مليون و 500,000 ريال سعودي، ومشروع إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 1 والطريق الوطني رقم 4 بمبلغ 93 مليون و 750,000 ريال.